برزت في الآونة الأخيرة مشاريع خدمية لخدمة المناطق المحررة في ظل فقدان معظم الخدمات، وخصوصا بعد استهداف طائرات العدوان الروسي للبنى التحتية، الأفران والأسواق وأسواق النفط تم استهدافها. في ظل هذه الظروف الصعبة تعمل بعض المؤسسات المدنية لإعادة تخديم وترميم الأضرار الناتجة عن القصف. تعتبر المياه من أهم سبل الحياة، وإنهاء الأزمة يتطلب جهودا كبيرة. قام المجلس المحلي في قرية الحواش بمراجعة هيئة إدارة الخدمات، وتبين أن المضخة الغاطسة في هذه القرية معطلة منذ أكثر من 3 أشهر. راجعوا أكثر من هيئة ومنظمة من أجل إصلاح هذا الغاطس، لم يتم الاستجابة من أي هذه المنظمات. وبعد العلم بهذه القضية قامت هيئة إدارة الخدمات بمسارعة لإخراج الغاطس وإجراء عملية الدراسة اللازمة من أجل تهيئة غاطس جديد ودراسة غاطس جديد، والآن نقوم بتركيب الغاطس. وهذه الدراسة والإعداد لم يتجاوز مدة 10 أيام، والآن ولله الحمد تم بسرعة القصوى إنجاز هذا العمل، والآن نقوم بتركيب الغاطس في القرية، علما أن هذا الغاطس يروي أكثر من 10,000 نسمة في المنطقة. عملت هيئة إدارة الخدمات على إعادة تفعيل آبار المياه التي تغذي آلاف السكان في بلدة الحواش في سهل الغاب في ريف حما. هذه المشكلة هي إحدى مشاكل المناطق المحررة في ظل فقدان الكهرباء والخدمات الأساسية. يتم في هذه المؤسسة إعادة تفعيل شبكة الهواتف الأرضية وترميم الطرقات وترميم المدارس التي تضررت نتيجة القصف. هذا البير مشروع مياه قرية الحواش والمزارع المحيطة فيها، مشروع يغذي أهل القرية والمزارع بمياه الشرب. وخلال الفترة الماضية تعطل البير من مدة أكثر من 3-4 أشهر. تم تكليف لجنة للعمل في هذا البير وشراء غاطس، والآن والحمد لله قاموا بترتيب هاي الورشة، الحمد لله عم تركب البير لأهالي القرية. نشكر هيئة إدارة الخدمات الممثلة بأعضائها ورئيسها، ونشكر القيمين عليها. بهذه الجهود وبهذه الطاقات المبذولة يتم ترميم بعض ما تم تدميره وإعادة شيء من الحياة إلى مجراها الطبيعي، توفير بعض الخدمات، تخفيف بعض المعاناة لأهل المنطقة في بلدة الحواش في ريف حما. كنت معكم سيف الحموي، قناة الجسر الفضائية، ريف حما.